اللي هما الاثنين بورصه وول ستريت انهارت. طبعا الاقتصاد فيه اختلاف كبير، في اختلاف كبير بين 30 و2008 باعتبار انه حجم الثروه وحجم العالم ذاته ده تمت في اقتصاد عولمه، 30 ما تمت في اقتصاد عولمه. امريكا ما كانت امريكا اصلا ظهرت قوه بعد 45، كان داخل الاقتصاد الامريكي النظام الراسمالي داخل الاقتصاد الامريكي، عشان كده هم سموها الليبراليه القديمه. النظريات طبقوها في الراسماليه هي داخل الولايات المتحده، هم الوقت ده امريكا ما عندها، برا العالم كانت منسيه. الحاجه الدوله الوحيده اللي احتلتها قبلها الفلبين، لكن ما كان عندها سي. امريكا ظهرت بعد 45. بعد امريكا من طلعت من الحرب العالميه الثانيه، ودي حرجع عليها وحرجع على بورصه وول ستريت، امريكا من طلعت الحرب العالميه الثانيه كانت بتملك 45 من ثروه العالم، 45% من ثروه العالم في 45. استفادت طبعا من الحاصل. المهم نجي ل 30، الكساد العظيم هم بعد ذاك قالوا يا اخي في مشكله في النظريات الراسماليه الليبراليه القديمه الكلاسيك ليبراليزم، انه في مشكله في الوقت ذاك، يبقى لازم نغير السياسات، نغير الفكره. ظهر اللي هو اشهر زول فو اسمه هايد، تقريبا هايد وميلتون فريدمان، اللي هو هايد ده زول نمساوي اتولد في هايد مش كده اسمه؟ اياف هايد، يا هايد نمساوي اتولد في ده، هم دول المنظرين الليبراليه الجديده. هايد اتولد في الامبراطوريه النمساويه الهنغاريه قبل ما تنهار، وبعد ذاك عاش في اللي هو المدرسه بتاعت سكول اوف ايكونوميك، سكول اوف ايكونوميك في بريطانيا دي. وهو طبعا عندك اثنين، مدرسه شيكاغو في امريكا واللي هو الايكونوميك سكول في انجلترا، ديل المنظرين ديل الجيم يعني. الموضوع ده لا صهيونيه ولا ايشو كبير يعني، الجيش ده فيه الاقتصاد قاعد. الناس ديل هايد حياته يهو زول من النمسا مش عاش في انجلترا وعنده علاقات بالمانيا وغيره، هم ديل الاساس. قالوا يا اخي الكلام ده فارغ، انه نحن نطبق الليبراليه الجديده، لكن الفرق المره دي وين من القديمه على مستوى العالم، انه الاقتصاد ده كل الحدود تتفتح، وتتفتح التعريفه الجمركيه، ولا يكون ما في باريرز ما في غيره، انه كيف تتحكم في الغيره، الطاقه والبترول وغيره. الاخطر من هايد انا متخيل انه هو الزول المات، الاثنين اخذوا نوبل برايز للاسف. هو طبعا نوبل برايز كلام فارغ، كله نوبل، كلنا بقينا مقتنعين بالقرف ده كله والمؤسسات التعليميه وغيره. لكن ميلتون فريدمان امريكي طبعا، هو توفى في الالفينات 2007 حاجه دي. ميلتون فريدمان ده اخطر من ما ممكن تتخيلوا اي زول. طب برضه مدحت برضه يعرفه لان هو في الكورسات، اللي هو ميلتون فريدمان امريكي، شغله في مدرسه شيكاغو سكول. هو ده اللي هو قال عديل، قال انه ما في حاجه اسمها انت كراسماليه او كبزنس، هما طبعا كابيتال وليبا، نحن عندنا راسمال وعندنا عامل او عندنا عدا كنسيوم طبعا دخلوا، لكن هو قال ما في كلام فارغ. الراسماليه هدفها ربحي، فلا يمكن تاخذ لها ريستريكشن من الحكومه وتحدد لها سياساتها وتحدد لها انها تعمل شنو، ولا ما في ده كلام فارغ. وقال اخطر ميلتون فريدمان، لما هو طبعا عنده شعبيه ما طبيعيه، كان عنده برنامج تلفزيوني وبيعتبروه هيرو طبعا، بطل، لانه الوقت ذاك لما بدا ينظر تقريبا في ومن السبعينات. المهم هو حتى في موضوع البترول بيقول انه الراسماليه لو اي دوله مؤممه بترولها دي خطر على الراسماليه، على شغل السوق. فبالتالي ده طبعا زي بيقولوا شيك مفتوح، لانه الناس دي يمشوا يحتلوا الدول اللي فيها البترول لا يمكن. فواضح طبعا، واضح انه ما دارين دول. يبقى قال بالواضح انه اي دوله في البترول ده نحن كراسماليه، طبعا الراسماليه معتمده على البترول، معتمده على العماله، عندها راس المال، لكن دايره عماله رخيصه ودايره بترول. فالطاقه يعني موضوع الطاقه، بعد ذاك بنجي للكلايمت تشينج، وانه هم بعد ذاك ما عاوزين المهم. بعد ذاك طبعا افكار ميلتون فريدمان كانت قال كالاتي، هو هسه هو بقوله يا اخي، قالوا ليه وانت من انهار العالم هسه في 2008، انهارت الليبراليه الجديده، انهار العالم كله مع انهيار امريكا في الفاينانشال كرايسس الاخيره. قال يا اخي دي انا بقول تقريبا اسمه حد بيقرا في الحياه، انه المساله في الاخلاق، انه الراسمالي مفترض يكون عنده اخلاق في ادارته للعالم. يعني نحن صح اديناك انت كراسماليه تتحكموا في العالم، لكن مفترض يكون في ايسكس. هم هسه بيحاولوا يعدلوا الفضيحه الحاصله دي، الانهيار الحاصل في العالم ده وشل العالم كله معاه، انه المساله في الايسكس في الاخلاق، انه الراسماليه مفترض تكون او زي ما بيقولوا خواجات جريدي، زي جيتنج جريدي يعني. هم في النهايه الموضوع الطمع. في ناس كتار هم بيقولوا احنا مع الراسماليه، لكن الراسماليه ما مفترض يخموا اي، وخموا شنو؟ خموا اي اصلا؟ هم دفعوا 5 أجيال لقدام، ما معروف مستقبلهم شنو في العالم، يعني ما على مستوى فردي، على مستوى الدنيا الكوكب ده كله فيهم 7 مليار و8 مليار. ف
فهم لعبوا هنا. فبقول يا اخي هم بقول هسه نرجع ناس البيزنس، انتم مفترض تكونوا زي بشوف في التلفزيون في القناه السابعه للعاشره بيقوموا يلموا ناس البيزنس والاسكس والاخلاق، وانتم مفترض تحترموا لانه ما تستغلوا لانه ادوكم فوق الفول اثرتي لانكم انتم تكونوا تتحكموا في العالم. النقطه المهمه يهو تاني ناقشت لانه هم طبعا يلا بعد دي نظريه الليبراليه الجديده عندهم، كانوا الناس ديل عندهم زي فورم كده تقريبا عندهم فورم، لكن يلا اشتغل بشنو اللي هو الحاجه الاساسيه. طبعا في كلام كثير كنت اكاتبه لكن ما في زمن او ما حقدر ارجع عليه كله. الناس بيقوموا يقولوا يا اخي في ايوه تاسيس الكراهيه للملكيه العامه دي جات من وين؟ ليه فجاه بيجوا بيقولوا زي بنسمع في السودان ناس كتار لحد هسه بيقول لك يا اخي الغطاء العام ده ما فاشل، والناس دي كانوا زي ميسيوز انهم كانوا يعني احنا كلنا عايشين الفتره دي وعارفين الغطاء العام، يعني كانوا بيقول لك يا اخي العمال بيستغلوا الوضع والموظفين في السودان او في اي بلد في العالم، يعني هم بيقولوا تكلم عن الكومن موضوع الكومن او الملكيه المشاعيه او الغطاء العام او الببليك سيكتور وغيره. وهنا هم ما بيتكلموا بس عن غطاء عام عن كهرباء ولا مويه، بيتكلم عن الاراضي على الانهار على الصحاري على الاشجار، هم عايزين يمتلكوا اي شيء. دي الامبرياليه، هم ما بيحتبروا هم التارجتنج اي شيء مفترض تمتلكوا الجهات الراسماليه. كل العالم ده اشتروه اراضي وناس والكلاوي ذاته تحت الناس شالوه في الاورجن ترافيكينج، البشر جسد المراه باعوا اي شيء، باعوا اي شيء الانسان ده بالنسبه لهم غيره. حتى في الابحاث الطبيه والغيره الفارماسيتيكال كومباني والشغل كله حنجي للبايوتكنيك والكلام ده وكله الهدف ربحي. حتى الساينس تحول العلوم، الناس كانوا بيقولوا ان العلم هيحقق لنا رفاهيه وغيره، العلم نفسه بقى في يد الكوبريت. نحن ما ضد الساينس، العلم محترم ما في كلام، لكن بقى موظف لصالح الارباح وصالح كيف. فنجي طيب المشروع يبقى المشروع واضح انهم هم عايزين يمتلكوا العالم، يمتلكوا الكون، يمتلكوا اي حاجه فيه. ما بيشوفوا البشر ديل قاعدين، ما بيهمهم في مين وفي مين. لما اتطبقت السياسات دي بتطبق كيف؟ الناس بيقولوا ماسونيه زي ما قلت، وبيقول ما في ماسونيه، في حاجه اسمها سيك تانك، في جهات استشاريه زي الحزب الليبرالي الاسترالي ده، انا حاجيه وححاول كده اغطي استرالي سريع. الحزب الليبرالي او غيره او بشكل عام السياسات الاقتصاديه تطبق في جهاز استراتيجي بيشتغل اللي هو السيك تانك، اللي هم سموها دي اي ما السينك تانك، ما جهه بس عاديه، يعني ما جهه ناس مخططين، ناس خبراء شطار جدا بيقعدوا كيف نغني عن الناس. عندنا السينك تانك ما بس في الاقتصاد، في الميديا، في الاعلام، في السوشيال بوليسي، في التخطيط الاجتماعي، في الغير والغير. الناس ديل ده طبعا الراسماليه بيعرفوا ان احنا بنشتغل كده كده بنعمل حتى المناهج الدراسيه التعليم. فما في حاجه جابوها صهاينه او جابوها، دي النقطه المهمه، ما في حاجه اسمها دي اهم شيء في اللي انا خليه في كل النقاش. الحقيقه قاعده ما في ناس فوق العاده جو من كوكب اخر عشان يطبقوا النهبه الحصل ده في العالم والمحاساه الحاصله دي، دي طبقوها ناس فيهم ساينتست، فيهم ناس خبراء، فيهم اقتصاديين، فيهم علماء اجتماع، فيهم ناس بيعرفوا يشتغلوا. في المهم انه طبعا في حنجي حتى لاستراليا ذات، استراليا منو ورا الموضوع ده، يعني منو كيف اتطبقت والسيك تانك فيها منو. طيب في طبعا يلا التاريخ بدا منين، كيف غزو العالم بعد ما ثبتوا النظريه. والناس طبعا النقطه المهمه الاخطر من ده كله خلي دي اهم نقطه اللي هي دي عندها تاثير علينا في السودان. انا صح معلش بنطط لانه ما يعني في نط، لكن جينا للتاريخ الليبراليه الجديده والمنظرين هم بدوا في طبعا اهم حادث اللي هو الشوك الاويل شوك اللي هم الملك فيصل في حرب 67 اللي هي اليوم الكبير الايام الستة اللي هو الملك فيصل لما قال للغرب انه انا بقطع عنكم البترول. ده اخطر حدث، ده اخطر للاسف، يعني زي اللي اسمه الملك فيصل ده تقريبا غير التاريخ بحدثه ده وغيره هو بدا كويس، يعني بغض النظر هو مطعم ما كان هدفه ما قدر نقول، يعني ده تقييم ثاني هل هو كان كويس او غيره، لكن الحدث ده تقريبا غير العالم كله بالاضافه للمنظرين. غير العالم كيف؟ غير العالم امريكا هنا اصلا كانت في البترول، قلنا هو اساس الاقتصاد، هو المحرك للزمن ده، كانوا صناعه طبعا، نتكلم عن اوروبا كانت صناعيه ما كانت اقتصاد خدمي زي الليله، كان اقتصاد صناعي. الزول ده لما الملك فيصل قال لهم سموها الاويل شوك، الاقتصاد الغربي كله انهار، كانت في مشكله كبيره. امريكا لحقت نفسها عملت شنو؟ كان الدولار الامريكي مقابل الذهب، عملوا سنة 70 قاموا تقريبا زمن ذاك طبعا ناس نيكسون تقريبا اللي هم طبعا في ناس خطرين زي هنري كاسنجر، الناس الفترة ديك الناس بتذكر التاريخ. فنيكسون تقريبا انتبهوا قاموا سحبوا الجولد
بقى الدولار ما بغى للدولار، عوم الدولار ومش اقنع السعوديين بضغط عنيف جدا. ما بتذكر هل بعد موت الملك فيصل ولا قبله تقريبا، بعده مع الملك خالد تقريبا، مش كده؟ بعد الملك خالد اللي هم اقنعوا انك تبيع البترول، تبيع البترول مقابل الدولار. هي دي امريكا سيطرت على العالم والاتحاد السوفيتي خلاص. بالحدث ده امريكا عملت سيطره البترول مقابل الدولار اللي هو سموها بعد ذاك مشهوره في المنطقه في الدول يعني اللي اثرت على مصر والسودان ولبنان وسوريا، الدول اللي هو بقت بسموها البترو دولار، بترول بتروليوم ودولار اللي هم الدخله بين البترول والدولار. العمله الدولار بقى العمله الاساسيه في العالم في الفتره ديك، منها الدولار بقى العمله الاساسيه. اقنعوا السعوديين وقبلوا هم عوام وبقى اللي هو الكرنسي الاساسيه. الحدث ده ما اثر بس على، برجع للسودان، اثر على السودان وحصل حرب المدوره الربيع العربي اللي بيسموها دي اصلا حرب سيطره الاقتصاد الخليجي على المنطقه من البترودولار. كيف؟ لما حصل البترودولار لو غرناه بس في السودان، في رجعنا للسودان في الفتره اللي طبقت فيها امريكا اقنعت السعوديه بانها هي تبيع البترول مقابل الدولار اللي هي بعد موت الملك فيصل تقريبا 76 الملك فيصل مات وجاء خالد من هو دي الفتره اللي بيسموها الايكونوميك بوم في السعوديه. السعوديه نهضت من 76 77 لحد الملك خالد مات 79 تقريبا او تقريبا حاجه. المهم في الفتره دي طبعا انتعش الاقتصاد الخليجي. السودان دوله زراعيه، مصر دوله زراعيه، ولبنان والغير المنطقه كلها الاقتصاد السعودي مص بعد ذاك. ما تقص نميري بس نميري ذاته ما بقى ما قادر لانه الدولنا المهم. دي نقطه مهمه جدا برضه. المعروف انه حرجع لدي برضه حاجه انه العالم قبل البترودولار، قبل ما الملك قبل امريكا تقنع السعوديه ببيع اللي سموها البترودولار دي، كان في عالم ثالث وكان في نقاش بتاع انه الدول العالم الثالث. ده الكتاب ده اللي هو ده بناقشه الاساسي، البو اوف نيشن، ده البور نيشن اللي هو ده بناقش الهيستوري بتاع العالم الثالث اللي هو قبلها. العالم الثالث كله كان بيفاوض يد واحده، كله ان احنا الهيمنه الغربيه شعوب طلعت من الاستعمار وجات للاستغلال. فبيتكلم على انه لازم الاقتصاد العالمي يتغير. يتغير كيف؟ كان بيناقشوا زي التعريف الجمركيه ال WTA اللي هو نظام التجاره الدوليه. ما هم هسه بيقولوا شنو؟ بيقولوا نحن التجاره الحره. هي ما تجاره حره وكذبه كبرى، هي احتكاريات على مستوى الدول زي استراليا ودول زي امريكا وغيره. انت محتكر التجاره العالميه، ما في منافسه حره. حتى بقانون الراسماليه هو ما في منافسه حره، ده كمان بقى بديهي لكن محتاجين اقوله لانه الوقت ذاك العالم الثالث كان بيناقش اللي هو زعماء الوقت ذاك كل عندك وصح نجي لحلف حلف عدم الانحياز اللي هم دول 77 عندك الساسو ناصر ونهرو وسوكارنو في اندونيسيا. ذاك العالم كان ناهض وبيناقشوا انه نحن بنفاضل الدول الغنيه. فبدوا يضغطوا اما جاء السعوديين عملوا الحاجه دي قاموا قالوا وين رايك؟ نحن ثاني ما حنناقش الدول الزراعيه برا هم سموها less development country اللي هو الدول الاقتصاد الزراعي بن وشاي وقطن وكلام فارغ. اللي هو الدول البتروليه دي قاموا فصلوا التفاوض في لما كانوا بيتفاوضوا مع الدول الغنيه اللي هو حلف الاطلنطي ودول السبعه الدول مجموعه السبعه وكده. ده تاريخ مهم. بدوا يناقشوا الناس هنري كاسنجر، الناس المعروفين ديل فتح لك وبار ديل يعني دبلوماسيين امريكان، لكن ديل تقريبا هم اللي فاوضوا في موضوع البترول، هم اللي ضربوا مشروع العالم الثالث، هم ديل الديناميك الثاني ما الاقتصادي. الناس هنا ناس ميلتون فريدمان وديل الدبلوماسيين الامريكان والناس ديل الفتره ديك. التاريخ الناس ما تنساه، التاريخ ده مهم شديد. الناس ديل حركوا البسائل دي. دول العالم الثالث بيمشوا وقال لهم يا اخي انتوا اولا اللي هو الملكيه الفكريه دي نحن محتاجين لتكنولوجيا، محتاجين لتجاره حره حقيقيه، منافسه حره، يعني نحن عندنا بضاعه، البضاعه دي مفترض تتباع باسعار كويسه. انتوا بتستغلوا بسموها انتوا لانه الدول الغربيه لما راس مال ضخ، الامريكان لما عن طريق العبوديه واستعبدوا الناس وعملوا فايض غيمه، والامريكان الاوروبيين عملوها بالاستعمار. العالم الثالث كان بيناقش الدول دي انه يا اخي انتوا يعني لازم يكون في جاستس في العالم، يكون في عداله عالميه، نحن كدول عالم ثالث عندنا مشاكل كثير، انتوا انهكتوا الدول دي يا اخي، نحن دايرين نمشي لعالم افضل، يعني المفترض يكون في عداله. فمنها هنا ده منها اللي هو عندنا مثلا الملكيه الفكريه اللي هو الانتلكشوال بروبرتي. طبعا عندنا السوداني ده مثلا الدكتور كامل هو هسه عامل فيها زعيم وبطل وانه هو كان بيفاوض من العالم ده كلام فارغ. الملكيه الفكريه طبعا مؤسسه خاصه مدعومه من شركات راسماليه وغيره، هي دي اساسها. قالوا لهم نحن ما بنصدر لكم تكنولوجيا، نحن ما عندنا تصدير لكم، والسيف انكم انتم بضاعتكم دي تتباع ولا اللي هو ده التعريفه التجاريه الجات طبعا اللي هو التعريفه الجمركيه.
اللي هي الاتفاقيه بتاعت الجاد دي. طبعا دي اتفاقيات خطيره كلها، الدبليو تي او اللي هو منظمه التجاره الدوليه، التعريف الجمركيه والملكيه الفكريه، دي هم اللي دي ضربوا بيها مشروع العالم الثالث ومحاوله شعوب العالم الثالث انها تنهض. المهم نرجع ل بعد ذاك اشتغلوا كيف؟ اشتغلوا العالم الهود العالم الثالث لحد ما كانت، كان في ناس من تشيلي، ناس من ساوث امريكا بشكل عام، الاسيويين الافارقه، الناس دي كلها يا اخي اللي هو مشروع دول الجنوب دي، انه احنا بنفاوض الكلام ده لحد الستينات، كان المشروع ده كان قوي جدا. منها لما ارجع للبترودولا بتاعت السعوديه بعد ده هنا اختلف الموضوع، قال لهم احنا بعد ما بنفاوض بنفاوض الدول على ناحيتين، الدول النفطيه برا والدول الزراعيه بتنتج الرو ماتيريال العاديه دي برا. بعد ذاك السياسه سياسه التنميه، برضو انا ارجع لفكره التنميه، التنميه حاجه والايديولوجيات يعني الماركسيه والشيوعيه دي حاجه، التنميه دي موضوع ثاني خالص. كيف؟ دي المدرسه دي تخليها حتى الناس لو قدرت حتى اولادها يقروا الحاجه دي تخليها بتفيد الناس، يعني انه علم خطير جدا اللي هو الديفلوبمنت. الديفلوبمنت هي ما قايمه بس على العمال والويركر غير، يعني لو عينا السودان بس بسرعه كده، ودي دي الخلل اللي احنا ما قاعدين نهرب منه دائما. حتى الحزب الشيوعي اللي هو الانجليز لما جو خلقوا اسم مشروع الجزيره وخلوا في الناس دي كلها، في نص السودان عرب رحال وناس غبائن متنغله واقتصادها تقليدي في عالم متغير، انت خلوا لك بنيه كولونياليه بنيه استعماريه، مشروع الجزيره سكه حديد وغيره. الناس دي لما كان بتعاين ان الصفوه السودانيه في الزمن ذاك، مش الصفوه في السودان، في نيجيريا، في اوغندا، في كينيا، لكن امسك السودان كنموذج، كانوا بيشوفوا البيجا مثلا في شرق السودان، يشوفوا الجنوب ده كله متهبش، يشوفوا جبل النوبه كلها متهبش، الدارفور حتى الشماليه، مين بيعاينوا كده؟ ما عندهم يعملوا شنو؟ في الناس دي، الناس دي عندها نمط انتاج، سميه رعوي، سميه ناس بتنغل عندها غيره، ما تهبشوا. طيب انت كدوله كانت بتعاين كده، تفرض عليهم ضرائب، تفرض عليهم رسوم، يعني انت الدوله دائما كانت مخيفه بالنسبه لهم، الدوله كانت حاله بتاعت رعب، انهم قوانين ومحاكم، وصح هو يقول لك المحاكم الاهليه، وبعد شويه النميري حل المحاكم الاهليه، لكن هي دي مازق باساهي، يعني من الاستعمار ده خش وفرض قوانين وفرض حاجات الرأسمالية دي، يعني انت فرضت على العالم ده، محنت العالم يعني، فرضت عليه قوانين كويس، لا عنده امكانيه بتاعت راس مال، لا عنده امكانيه بتاعت الخبراء، يعني السودان ده لما مرقوا الانجليز في تقريبا 100 زول اتعلموا تعليم بتاع استعمار، يعني هو ما يقدر يفكر غير تفكير الابيض، غير تفكير البريتش، ما يقدر يتخيل حاجه فوق الامكانيات، وبعد ذاك الموضوع ما تفكير طبعا، موضوع برضه امكانيات ابيليتي انك تكون قادر غيره. في ناس فاهمه يعني اللي عندك الطيب صالح مثلا، الناس بمسير هجر الشمال الناس بيفتكروها روايه، يعني انا في رايي يعني هي دي روايه ما سهله، دي روايه زي بتاعت ماركيز 100 عام العزله، زي زول نيجيري بتاعت اول ثينك فور ابارت، عندك دي اللي هو طيب صالح كان داري يقول شنو، داري يقول يا اخي الناس ديل دخلوا لكم حاجه انتم ما عندكم قدره، افترض تفهموها، شوف الروايه كتبت 63 والناس تخيلوا الروايه، يعني انه ذول روايه وما عنده علاقه بالسياسه، وبيقول تهمه الحامد وغيره، ذول الكلام اللي قالوا كويس. انا ما بقول ناس عبد الخالق محجوب، الناس اللي كانوا عارفين بيقولوا نمط الانتاج التطور اللارسمالي، يعني ما كانوا عبد الخالق ذول سمارت، لكن الطيب صالح عين لها من بعد روايه، بعد تعاديب، يا اخي انه الناس دي جات استعمار خدت قوانينه ومشى، جو متعلمين كيف تدير المساله دي. الناس دي اما انتحار مصطفى سعيد ذاته كان نبوه بتاعت انه نحن حنفشل، يعني هو مشى وشاف الغرب، وشاف الغرب ذاته الدمار اللي فيه، وحرب عالميه اولى وناس بتموت وناس بنات منتل كده وحاجات ومشاكل الكثيره دي، قال انه نحن ما انه القانون اللي فرضتوه على العالم ده نحن ما حنقدر. وكان بيناقش حتى الثقافه لو لاحظتوا في مسلسل هجر الشمال بيتكلم عن المتعلم اللي بيمشي همه المكيف والعربيه والغير، وطبعا بينتقد كان عنده نقد كثير، حتى طيب صالح لما بينتقد الحركات القوميه زي الحركه الشعبيه وبينتقد الاسلاميين كان انتقد الناس دي كلها، احتاروا الناس دي كلها من نتائج العوله، ديل باكلا اللي هم ديل رياكشن لحاجات، الخلل ده كله بينتج بيجيب مشاكل، بيجيب اسلاميين، بيجيب قوميين، بيجيب تطرف. فارجع للنقطه الاساسيه. طيب نرجع لمشروع العالم الثالث، يا اخي نحن لو جينا للموجود الليله ورجعنا للسبعينات، انت في النهايه العالم الموجود ده المعادله من البدايه غلط للاسف. من البدايه كيف؟ اللي هو فرض الهيمنه، المنطقه القوه، منطقه السيطره، انا عندي القوه، عندي راس المال، عندي الهيمنه، عندي القوه العسكريه، انتوا مفترض تزعنوا دي. طيب الدول دي بغض النظر، يعني حتى لو مسكنا مثلا نيميري والفتره بتاعت نيميري هو بدأ يعمل تنمية،
بيجوا لليو ان دي بي او الروس مثلا، يقول لي مزرعه مشروع في مصنع في انزاره، ما عارف كريمه، اعمل فواكه هنا واعمل غير، ما عنده، ما قادرين، في استشارين تكنوقراط ما كان في. بعد ذاك اقنعوا نمسك السودان نموذج، ما السودان بس طبعا، نفس الفكره بتاعت السبعينات، هم ضخوا قروش على العالم كله. ده مشروع الليبراليه الجديده اللي هو عن طريق صندوق النقد الدولي، البنك الدولي. نقول البنك الدولي في فرق بين الاثنين لكن هم بيشتغلوا مع بعض. البنك الدولي من كلمته ظاهره، من الكلمه، من اسسوه من الحرب العالميه الثانيه اللي هو في نيو هامشير، اللي هو في بريتون، في اللي هم بنوا بيو بريتون، دي اللي بنوا بيها اوروبا، غانو مارشال في بعد الحرب العالميه الثانيه بنوا اوروبا اللي هو بدون اي انترست، ما سالوا الاوروبيين تماما بعد الحرب اللي دمرت اوروبا واليابان، ما سالوهم، بنوا الدول دي وخلاص. اما جاء نفس البنك الدولي دي طبعا لاحقا، من اسمه واضح انه نحن بنهندس العالم ده كله، اقتصاد العالم ده كله بيتهندس عن طريق ناس اليت، ناس صفوه قاعده وغيره. لكن هو على البنك الدولي عنده تاريخ مختلف طبعا، 19 دوله الممولين مين، وحس لحد يوم الليله داري يجذبوا منو، داري يجذبوا الخليج، داري يجذبوا المشروع ده كله، ما عنده نهايه الكلام. لكن لما جو عارفين بدوا شغل الابتزاز على العالم الثالث، انت عاوز شنو؟ عاوز تنميه؟ بغض النظر ما هي الموضوع اصلا ما في الدكتاتوريات اصلا، انا في رايي يعني حتى نميري في البدايه المطبق اشتراكيه وغيره ما كان دكتاتور، لكن في كان عنده شعبيه في السودان، نيريري، عبد الناصر، كويس؟ ما انت اصلا احنا ما ممكن شعوب يعني، دي ذات قصه كيف العالم ده كله مختل، وزنته كلها مختله، اللي عملته دول حديثه، وعملته حاجات عملته. فالمهم جو الاي ام اف بانك والورلد بانك، الورلد بانك